شربة الماء وهذا حالة النازحين. كل المظلومين عندكم اجيبهم بيدي. من اقصى العراق الاقصى. سيدات والسادة، اعضاء مجلس النواب، رئيسا لجمهورية العراق. زيادة كانت مستمرة لانه حافظ على استقلال العراق وسيادته. حوار التاسعة مع زيد عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا الرئيس برهم صالح إلى عقد سياسي جديد يمكن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة ويعالج الأخطاء المتراكمة، هكذا قال رئيس الجمهورية برهم صالح. التحليل يقول بأن هناك إقرار بضرورة مراجعة النظام السياسي بعد إخفاقه في إيجاد حلول لمشكلة العراق المزمنة. فهل مبادرة من رئيس الجمهورية يمكن أن تنقذ الموقف؟ عن ذلك سنتحدث. إذن مشاهدينا الكرام، مبادرة العقد السياسي لرئيس الجمهورية جاءت في توقيت مهم. هناك مصارعة للحكومة مع السلاح المنفلت، هناك مصارعة للمواطن مع الواقع الاقتصادي المتردي، هناك مصارعة مع كل تداعيات الأحداث على المستوى الإقليمي ومحاولة تجنيب العراق أن يكون ساحة للصراع الإقليمي. في ظل هذه الظروف، في ظل هذه التعقيدات، جاءت دعوة الرئيس برهم صالح إلى ذلك العقد الوطني. نحن بدورنا مشاهدينا الكرام نطرح مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: هل ستشهد دعوة رئيس الجمهورية إلى عقد سياسي جديد قبولا وتفاعلا؟ لأنه في المرة السابقة كانت على شكل مقال، اليوم في ذكرى اغتيال سليماني جاءت هذه الدعوة، فكيف سيكون التفاعل معها؟ اثنين: المرحلة الدعائية للانتخابات لا تسمح بذلك، يعني الموضوع دعائي انتخابي في مثل هذه الظروف قد لا تجد صدى لهذه الدعوة. أما السؤال الثالث: كيف يمكن بناء إجماع سياسي حول عقد سياسي يحقق بناء الدولة؟ وهذا طبعا السؤال الأبرز، كيف يجتمع الخصوم على طاولة واحدة لعقد سياسي؟ هذا ما سنناقشه مشاهدينا الكرام بعد قليل في حوار التاسعة. وهو ما يتطلب منا وقفة جادة لمعالجة الأخطاء وتجاوز السلبيات التي تراكمت بفعل ظروف وعوامل أدت إلى تصدع منظومة الحكم القائم. وهذا ما يستوجب منا الشجاعة للإقرار بضرورة الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل من خلال عقد سياسي جديد يمكن العراقيين في بناء حقيقي لدولة ذات سيادة كاملة تتمتع مؤسساتها بالقوة والقدرة على تجاوز الأزمات ومواجهة التحديات وتحقيق حياة حرة كريمة تليق بالعراقيين وتاريخ بلدهم العريق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. عرضنا قبل قليل المقتطف الذي من خلاله بعث رئيس الجمهورية برهم صالح دعوته إلى عقد وطني لدولة ذات سيادة. معنا عبر الأقمار الصناعية حيدر الموسوي، مدير مركز القرار السياسي مباشرة من بغداد، وينضم معنا الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية عبر سكايب من عمان، والدكتور خالد أكرم الشمري، قانون، الباحث في القانون الدولي وفي الشأن الأمريكي عبر سكايب من واشنطن. أهلا بكم جميعا ضيوفا في هذه الحلقة. أستاذ حيدر الموسوي، كيف تقيم دعوة رئيس الجمهورية برهم صالح؟ أليس العراق يعني حتما بحاجة إلى تأسيس عقد وطني في ظل التداعيات الداخلية والخارجية؟ شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو ليس بجديد هذا الموضوع، قبل مدة كان يتبنى هذا الموضوع السيد عمار الحكيم من خلال
الحديث عن عقد اجتماعي وأيضا عقد سياسي، وهي امتداد أيضا لدعوة الرئيس الفرنسي ماكرون عندما ذهب إلى بيروت وتحدث عن عقد سياسي جديد أيضا في لبنان. يبدو أن هذا المصطلح يعني رائج هذه الأيام. المشكلة أن هذه الدعوة تخرج من شخصية تسنمت العديد من المناصب في الدولة العراقية، واليوم هو حامي الدستور وهو رئيس الجمهورية ويتمتع بعلاقات ممتازة مع الجميع، فبالتالي أنه يتم إطلاق هذه الدعوة عبر الإعلام يعني ربما هي بروباغندا مبكرة للسيد صالح. كان الأفضل أن يعترف هو أيضا على اعتبار أنه جزء من النظام السياسي الذي تشكل ما بعد التغيير عندما شغل أكثر من منصب تنفيذي في الدولة العراقية، حينما كان نائب رئيس الوزراء في حكومة السيد المالكي ورئيسا للجمهورية في هذه الفترة وغيرها من المناصب الأخرى. يعني كان الأجدر به أن يناقش هذا الموضوع بعيدا عن استثمار عدد من المؤتمرات وعدد يعني هو من كان صريحا هذا الموضوع. كان صريحا بالتأكيد رئيس الجمهورية أستاذ حيدر حينما قال ينبغي أن نقر بأن منظومة الحكم بعد 2003 تعرضت إلى تصدع كبير. يعني هسه هذا خو واقع حال، يعني خو هذا ليس كلام السيد برهم صالح، هذا حتى أصغر طفل بالشارع يتحدث أن هنالك فشل حقيقي. ونحن تحدثنا من بداية التغيير ما بعد 9 نيسان، قلنا بأن العملية السياسية عملية عرجاء ومقتطعة وجاءت مع مجيء الاحتلال الأمريكي، وبالتالي أن حتى الدستور كتب على عجالة وفيه العديد من الفخاخ. يعني ما أسهل التشخيص، التشخيص جدا سهل، لكن نحن نتحدث عن الواقع، نتحدث عن المعالجات الحقيقية. يعني ما الذي يمكن أن يقدمه السيد برهم صالح؟ يعني افترضنا جدلا أن هنالك إمكانية لجمع كل الفرقاء المختلفين الخصوم، تذليل بعض العقبات، بعض المشاكل الخلافية، ولكن هذا الموضوع بتقديري بتصوري أنه ليس بالأمر السهل. كما تعرف أن المشكلة العراقية مشكلة معقدة جدا، هي مشكلة داخلية ومشكلة أيضا خارجية. لا ننسى أن العراق هو جزء من الصراع الموجود في المنطقة، جزء من الصراع الموجود لكن ما بين أستاذ حيدر بالتالي أستاذ حيدر، المشكلة الآن هل في أصل الدعوة أم في أن الموضوع مو فقط دعوة، يعني دعوة إلى عقد سياسي غير كافية؟ لا، دعوة لعقد سياسي طبعا بالتأكيد غير كافي. نحن نعتقد بأن المشكلة العراقية هي مشكلة معقدة ومتراكمة، وبالتالي القوى السياسية كلها تتحمل مسؤولية الفشل في وصول البلد إلى هذه المرحلة من انهيار اقتصادي، انهيار خدمي، انهيار غيره. بتقديري أن حان وقت المصارحة. أنا أتفق مع جزئية من ما تحدث فيه السيد برهم صالح، على الجميع أن يعترف بالخطأ. لا زالت الكرة بملعب القوى السياسية من الالتفات حقيقة للأخطاء وإنهاء أو معالجة تلك الأخطاء لبداية مشوار جديد. الدولة العراقية بهذه الطريقة، بهذا الفشل، بهذا الانهيار، أعتقد أننا ذاهبين للفوضى قطعا. هنالك عدة سيناريوهات تنتظر العراق في حال استمرار هذا الوضع المزري. طيب، خاصة نتحدث عن المشكلة الاقتصادية وهي الأهم بتقديري من كل المشاكل. هذا يقودنا إلى السؤال الثاني. الاحتجاجات التي خرجت لم تكن أستاذ حيدر، هذا يقودنا إلى السؤال الثاني المتعلق، إذا سلمنا بأن الجميع قد فشل وأن المشكلة معقدة للغاية فكيف سيكون التفاعل؟ لكن قبلها لازلت أحاول أن أستشف من الضيوف طبيعة رؤيتهم إلى هذه الدعوة. دكتور غازي فيصل، أرحب بك مرة أخرى. هل تتفق مع الأستاذ حيدر الموسوي بأن الدعوة بروباغندا دعائية في هذا التوقيت تحديدا في عام الانتخابات المبكرة، أم أن الظروف يعني تدفع برهم صالح كرئيس للجمهورية وحامي الدستور أن يدعو إلى مثل هذه الدعوات كعقد اجتماعي على طاولة مستديرة شبيهة بالدعوات السابقة؟ نعم، مع احترامي لوجهة نظر الأستاذ حيدر ولضيوف الكرام، تحياتي لهم ولجنابك. أعتقد ما طرح السيد الرئيس جدي وواقعي، ويجب الذهاب فعلا إلى مشروع لإعادة صياغة الدستور، المجتمع، الاقتصاد، يعني الخروج من هذه الفوضى الخطيرة وهذه التحدي الاقتصادي، هذا الانهيار الاقتصادي اللي سيتبع حتما
في هذا العام إذا ما استمرت الأمور كما هي انهيار للنظام السياسي. السيد برهم صالح سبق أن طرح في بداية الأحداث في 2019 في المدن العراقية والاحتجاجات وغيرها طرح نفس الفكرة نفس المشروع. يعني هذا المشروع ليس بجديد لكن أنا أعتقد هو جدي. أحب أثير نقطة مهمة في هذا الحوار حول هذا الموضوع. احنا اليوم من 2003 لليوم الدستور أقر فلسفة النظام البرلماني الديمقراطي بمعنى التعددية الحزبية. مع الأسف أصبحت التعددية واسعة النطاق، أكثر من 360 حزب اليوم وأكثر من 220 أو ما شابه مسجلة في المفوضية. هذا الرقم الكبير يصعب أن يذهب باتجاه رسم سياسات وصياغة مشاريع وقوانين وغيرها من التفاصيل. بالتالي اليوم النموذج البرلماني بالعراق كما النموذج البرلماني كان سابقا في إيطاليا وخصوصا في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية في الجمهورية الرابعة، كان هناك فشل للنظام البرلماني بمعنى يصعب تأسيس حكومة توافق، يصعب أن يعمل البرلمان من أجل ضمان الاستقرار، هناك أزمات سياسية أزمات اقتصادية إلى آخره. في حينها ظهر الجنرال جيغول في 1958 وأسس لدستور الجمهورية الخامسة الفاعل لحد الآن وأنقذ النظام السياسي الفرنسي من الفوضى، فوضى الأحزاب، فوضى انعدام القرار، فوضى السياسات، فوضى الحرب بالجزائر وغيرها. يعني تعتقد دكتور غازي تعتقد بأن دعوة برهم صالح تحمل في طياتها مراجعة للنظام السياسي إلى درجة تغييره إلى نظام رئاسي من خلال دستور جديد؟ بالضبط. طبعا لا يعني النظام الرئاسي أنه نظام فردي أو استبدادي أو أن الرئيس عنده الصلاحيات المطلقة إطلاقا، لا. يعني النظام للرئيس يعني صلاحيات دستورية محددة طبقا للدستور، وللبرلمان أيضا صلاحيات دستورية محددة ضمن الدستور، لكن هناك توازن بين السلطات ضمن نظرية مونتسكيو في التوازن بين السلطات بمعنى السلطة تضغط على السلطة. يجب أن نذهب إلى نظام تتوازن في العلاقات والسلطات والصلاحيات بين الرئيس وبين مجلس النواب وبين مجلس الوزراء. النظام الفرنسي هو نظام رئاسي مشترك بمعنى لا هو رئاسي بالمعنى المطلق ولا هو رئيس وزراء مثل ما حصل عندنا اليوم بالمعنى المطلق، هي شراكة بين القوى السياسية أو السلطات السياسية لتحقيق التوازن. هذا الوضع الموجود اليوم في البرلمان العراقي كارثي. يعني البرلمان السلطة التشريعية في اتجاه مناقض تماما لمجلس الوزراء وفي اتجاه يتناقض تماما ويا رئيس الجمهورية، وشن حملات ضد الرئيس وشن حملات ضد رئيس الوزراء. إذن بهذا الوضع الخطير لا يمكن للدولة أن تعمل باتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية اقتصادية سياسية أمنية غيرها. إذن لابد من الخروج من هذه الأزمة اللي تتعلق بطبيعة النظام بهيكلية النظام. طيب دكتور غازي، سأتعامل مع هذه الأطروحة من منطلق اللجنة التي شكلها الرئيس من مجموعة مستشارين لمراجعة الدستور. هذه اللجنة يعني سربت مجموعة من المقترحات وكانت صريحة ب يعني حيثيات الإشكاليات التي ولدت هذا الوضع القائم، لكن لم تتطرق إلى هذه اللجنة اللي شكلها برهم صالح رئيس الجمهورية إلى أن النظام ينبغي أن يتحول إلى نظام رئاسي أو على الأقل في النموذج الفرنسي في التوازن ما بين السلطات. ما موجود هذا الكلام يعني. يعني أنا أيضا لم أطلع يعني على أي تفاصيل تتعلق بإعادة هيكلة الدستور أو النظام السياسي بالعراق، لكن أعتقد أننا اليوم بعد 18 عام نعاني من فشل كامل لطبيعة النظام البرلماني الديمقراطي. إذا يفترض أن تفكر القوى السياسية الوطنية العراقية باتجاه إعادة صياغة النظام السياسي لكي يحقق توازن أفضل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، ونروح إلى مبدأ مونتسكيو اللي هو لكي تكبح أو تمنع السلطة السلطة. جيد. اليوم هذا رئيس الجمهورية هذا يترتب هذه النظرية معذرة دكتور
هذه نعم. هذا الكلام يعني ربما يقودنا الى تساؤل اخر اطرحه على الدكتور خالد الشمري بعد ترحابه مره اخرى. هل النظام السياسي في العراق يسمح بتحولات جوهرية كالتي يطرحها الدكتور غازي فيصل لتصحيح مسار البلد، أو أن النظام السياسي في العراق يقبل صياغة عقد وطني ربما فيه تغييرات جزئية على شكل النظام السياسي في بعض التفاصيل؟ بالبداية أرحب بالقناة وأرحب فيكم على استضافتي وأرحب في الضيوف الكرام. أهلا وسهلا. أتفق جزئيا معهم، لكن هو الرئاسات الثلاث تحاول أن تنقذ العملية السياسية في وتنقذ البلد المنهار اقتصاديا يعني في إطار سياسي، لكن لا أعتقد أن يعني انقسام الكتل لا أعتقد أنهم سوف يعني يقبلون هذا المشروع السياسي من السيد برهان صالح. وكذلك يعني في الشأن الأمريكي يعني الشأن يعني الحزب الجمهوري يدعم الانتخابات المبكرة في العراق، وكما صرح وزير الخارجية بومبيو أنه يعني يدعمهم في 200 مليون دولار انتخابات بناء على الحوار الاستراتيجي بين البلدين. ولكن يعني 17 سنة من هذا الدستور يعني الشارع العراقي لا يثق في العملية السياسية يعني حاليا، رغم أنه محاولات برهان صالح يعني ممكن أن يدخل تعديل جزئي على هذا الدستور. طيب القوى السياسية يعني تقبل وتسمح لبرهان صالح أن يجري هذه التعديلات برأيك دكتور؟ لا لن تقبل. أكيد يعني على موعد الانتخابات اختلفوا على موعد الانتخابات، فكيف يعني هو ليس يعني فقط يعني توحد القوى السياسية على هذا المشروع، وإنما ما هو موقف يعني المجتمع الدولي والوضع الإقليمي العراقي من هذا المشروع. لنكن صريحين، يعني العراق هو يعني ميدان لمعارك إقليمية. لو سلمنا أستاذ حيدر الموسوي بصعوبة يعني عفوا مو صعوبة إنما سلمنا بأن القوى السياسية ترى في مثل هذه الدعوات في مثل هذا التوقيت أنها لغايات دعائية، وتتفق معك في الفكرة دعائية انتخابية بروباغندا لرئيس الجمهورية مبكرة، فهل هذا يعني أنها ستتفاعل مع رئيس الجمهورية وتبدأ ب الاتفاق على رؤى الاجتماع لأجل صياغة هذا العقد؟ يعني نلاحظ في العراق بشكل عام هذه الدعوات تعتبر ترويج للجهة التي تتبنى هذا الموضوع. عندما تحدث السيد عمار الحكيم قبل مدة عن العقد الاجتماعي يعني على غرار طبعا، وكانت جاءت مباشرة تقريبا بأيام على نفس العنوان الذي طرحه ماكرون في بيروت بعد تفجير مرفأ بيروت، لم تتفاعل معها أي من القوى السياسية بما في القوى السياسية الشيعية بصراحة. يعني كل الأطراف السياسية في العراق تعتقد بأن أي طرح بهذا الحجم بهذا المستوى تعتقد أنه هذا سوف يكون مشروع لهذا الشخص، وبالتالي هي تحاول أن تهمل هذا الموضوع. في بداية حديثي في بداية كلامي أنا قلت أنا بالعكس أنا مع هذا الكلام، أنا مع هذا الطرح، لكن أنا أقول هذا الطرح يفترض أن يخرج من جهات أخرى، من جهات لم تكن لديها لمسات وبصمات واضحة في العملية السياسية وكانت مشاركة في جميع صناعة القرار. بالعودة ما عندك أستاذ حيدر فقط يعني تعقيب، من تعتقد أنه لم يشارك وعليه أن يطرح مثل هذا الطرح؟ الكل مشاركة، الكل موجودة، الكل شاركت بصياغة الدستور، الكل شاركت بالانتخابات وصياغة العملية السياسية، ما عندك أحد غير مشارك بالإمكان أن يطرح هذا الطرح؟ هذا أنا أقول شوف العراق للأسف للأسف يعني يختلف عن بقية البلدان، بمعنى آخر لا يتم الاستماع لآراء
الجهات المستقلة على سبيل المثال النخب، النخب العراقية كثيرة. يعني هذا الطرح الذي تفضل به دكتور غيازي، يعني كتبت أنا في هذا الموضوع منذ سنوات طويلة، ربما الدعوة هذه تحدث بها السيد المالكي أيضا الشيخ قيس الخزعلي، قلنا بأنه لماذا نذهب بعد فشل النظام البرلماني؟ طبعا هي المشكلة مو فقط، المشكلة هي مو في النظام البرلماني على الأطلاق أبدا، أغلب الأنظمة المتقدمة والدول المتقدمة هي أنظمة برلمانية، لكن بعد هذا الفشل الحقيقي الذي وصلنا إليه، وكما تفضلت تحدثت عن قصة هذه الأعداد الكثيرة من الأحزاب، هذه الدكاكين وهذا الانشطار وهذه ظاهرة التفريخ والإسهال السياسي في العراق، بالتأكيد نحن نحتاج إلى الى الى يعني حل جديد. ما معقول انه بلد بي 400 حزب، ما كيش قصه يعني جد احنا عددنا العراقيين حتى يصير عندنا هالقد احزاب، هاي فوبيا، هاي مشكله كبيره، يعني هذه عمليه ابتلاع للدوله، ابتلاع للمجتمع عندما تكون لدينا هكذا كم هائل من الاحزاب. يعني الولايات المتحده الامريكيه عددهم اكثر من 335 مليون هدم حزبين، يعني الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه بصفنا عندهم حزبين اصلاحيين محافظين، يعني ما اعرف انه هاي القصه ال 400 ما اعرف شلون صارت بالعراق. عموما مشكله نظام سياسي، نتحدث بشكل عام، نحتاج الى رؤيه، نحتاج الى رؤيه من قبل النخب. عندما نتحدث عن النموذج الفرنسي وهو النظام الشبه الرئاسي، طبعا قطعا جاء بعد مخاض عسير من الفشل المتكرر في النظام البرلماني في فرنسا، وبالتالي هذا هو النظام المختلط الذي يسميه الدكتور غازي فيصل المشترك. نحن نقول ان هذا النظام هو اذا اردنا ان نجرب هذا شيء جيد، لسبب بسيط ان في التعديلات الدستوريه، ونتحدث في بدايه الاحتجاجات التي حدثت في العراق، كانت هناك دعوات بتغيير شكل النظام السياسي، وهذه هو بدايه مفتاح الحل. اذا اردنا نتحدث ان نكمل العقد السياسي الجديد الذي تحدث عنه برهم صالح، وفي اللجنه ايضا طرح هذا الموضوع، نعم في احدى الورقات موجودة مثبتة قضية تغيير شكل النظام السياسي باتجاه أن السلبيات التي رافقت العملية السياسية بسبب النظام البرلماني جدا كبيرة، ووصلنا إلى مرحلة انسداد سياسي وأن النظام فشل في العراق. لماذا أنا نذهب باتجاه تجربة النظام الشبه رئاسي، ليس الرئاسي حتى لا يخشى البعض من تفرد؟ يعني تقصد انتخاب الرئيس، انتخاب الرئيس انتخابا مباشرا، وانتخاب السلطة التشريعية انتخابا مباشرا. يعني لاحظ ليلة أو عشية التغيير 9 نيسان أو قبلها تقريبا بيومين أو ثلاث، كانت مونتي كارلو تتحدث عن خطة ما بعد التغيير، ما بعد إسقاط النظام السابق نظام صدام. طرحوا اسمين، لم يتحدثوا عن النظام النيابي بالمناسبة في بداية الأمر، الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى قبل قصة سلطة السي بي اي وقبل جي غارنر تحدثوا عن اسمين، أن يكون لدينا رئيس وزراء ولدينا رئيس جمهورية، وتحدثوا عن اسمين في وقتها على ما تذكر، رئيس الوزراء يكون أحمد الشلبي ورئيس الجمهورية عدنان الباتشي، وأن الكرد كيف يتعاملوا معهم في قصة إقليمهم يعني. وطبعا بالمناسبة حتى النظام الشبه الرئاسي والرئاسي هو في برلمان، يعني مو معناته ماكو برلمان، لا البرلمان يكون موجود. خو احنا في زمن النظام السابق ايضا لدينا برلمان، في مصر موجود برلمان مع انه النظام الجمهوري. نحن نقول بان الصلاحيات تتقاسم ما بين سلطة الرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وايضا بمشاركة فاعلة، لكن ان يكون هنالك قرارات حصرية بيد هذه المنصبين. يعني ما معقول انه احنا نبقى بهاي الدوامه، اي رئيس وزراء يجي يتحدث عن فيما بعد الفشل يحمل القوى السياسيه ويقول انا ما قدرت اتحرك لانه انا مقيد والمحاصصه مقيدتني والقوى السياسيه ده تضغط علي، وانا اصدر الكثير من القرارات من داخل مجلس الوزراء وبالتالي ترفض في البرلمان. هذه كانت معاناه رؤساء الحكومات. يعني انا اتصور جيد لهذا الموضوع استاذ حيدر، انا اتصور يعني وهنا رايي شخصي، فكرة تعديل النظام في مثل هذه الظروف يعني هذا يكاد يكون حلم، على اعتبار بأن هذا النظام أسس لمكتسبات لقوى وأحزاب سياسية بالأساس. أنا أتفق معك. القوى السياسية بالتأكيد، كل القوى السياسية هي لا ترفض هذا الموضوع، يعني مو الكل، لا بالعكس. يعني أنا أتذكر أن الشيخ قيس الخزعلي تحدث بهذه الدعوة، السيد المالكي تحدث بهذه الدعوة، الآخرين جزء من عندهم حتى في داخل فتح لم يتبنوا هذا الموضوع، بعضهم سكت وبعضهم رفض، حتى بعض الأطراف الأخرى ربما رفضت، بعض القوى السياسية السنية تتبنى
هذه الوجهة نظر، هي تقول نحن نحتاج إلى إعادة هيئة الدولة وفق قرار مركزي أن يكون لدينا رئيس جمهورية، وهذا كلام ممتاز. ما يحدث اليوم فوضى في ظل النظام البرلماني. طيب أكو رأي آخر، أكو رأي آخر، الدكاكين الحزبية التي تمتلك جماعات. نعم معذرة أستاذ حيدر. دكتور غازي أكو رأي آخر يقول لك غير النظام، العقلية إن لم تتغير لا توجد جدوى. بمعنى أنت الآن أكو نظام قائم، نظام برلماني رضيت عليه ما رضيت، لكن هو عنده آليات الاستقرار، آليات بعث الاستقرار، آليات إدارة الاقتصاد، لكن هو فاشل. فإذا دورنا نفس العقلية، نفس الأحزاب، نفس البيئة السياسية لتتسنم نظاما سياسيا آخر، احنا ما غيرنا شيء. نعم أنا أتفق معك تماما. المسألة هي ليست فقط النظام وطبيعة النظام وبنية النظام، ديمقراطي أم رئاسي أم شبه رئاسي، برلماني أو غيرها. أنا أعتقد الدستور العراقي هو دستور ليبرالي متطور متقدم، اقتصاد السوق المفتوح، حقوق الإنسان، الديمقراطية إلى آخره. لكن مع الأسف القوى التي تبنت هذا الدستور هي التي لم تحترم الدستور. يعني فشل النظام الديمقراطي البرلماني في العراق سببه هو فشل الأحزاب السياسية عن بناء عملية سياسية ديمقراطية تنسجم وتعبر عن روح وجوهر وفلسفة الدستور. هنا تكمن المشكلة. لكن أيضا في نفس الوقت يعني إحنا أمام هذه الفوضى، أمام هذه الأحزاب السياسية التي لا تؤمن أصلا. يعني الكثير من الأحزاب والحركات اللي موجودة اليوم حتى في مجلس النواب هي لا تؤمن بالديمقراطية، لا تؤمن بدولة المؤسسات، لا تؤمن باقتصاد السوق المفتوح، لا تؤمن بالتعددية الاجتماعية والتعددية الثقافية. هناك مشكلة في طبيعة الثقافة السياسية الرجعية اليمينية المتخلفة التي تحكم نسبة كبيرة من هذه الأحزاب الموجودة في السلطات في العراق. لكن في نفس الوقت أيضا هناك قوى وطنية ديمقراطية لاحظناها عبر الاحتجاجات، الانتفاضة الكبرى، الثورة الشعبية. هناك وعي وطني جديد مختلف. المطروح اليوم إذن هو الانتقال من هذه المرحلة، من هذه الحالة، من هذه العملية السياسية الفاشلة بالمطلق. يعني هذه قدمت لنا كوارث، فعل الفساد المالي والسياسي. طيب لكن دكتور غازي، القوى يعني دعوة برهم صالح لوحدها لا تكفي، ينبغي أن تكون هناك حاضنة سياسية حتى تنجح هذه الدعوة. السؤال المهم، هل ستوافق القوى السياسية وتتفاعل مع هذه الدعوة؟ إذا آملت بأن مثل هذه الدعوات الإصلاحية ستأتي على حسابها، على حساب مكتسباته. نعم شوف دكتور، أنا أعتقد يعني مثل ما أشار الأستاذ حيدر، يعني أشار بتفاصيل مهمة أنا أعتقدها في حوارنا. السيد المالكي سبق أن طرح أنه نذهب إلى تعديل الدستور. طبعا في كل تيار سياسي هناك دستور آخر غير الدستور اللي تمردوا عليه واللي أقروه. لكن في نفس الوقت أيضا عندنا الدكتور عياد علاوي، كثير من القوى السياسية الآن تعتقد أن هناك ضرورة أساسية للذهاب إلى إعادة هيكلة الدولة، هيكلة النظام السياسي، هيكلة النظام الاقتصادي والاجتماعي. يعني إذن الجميع متفقون بصورة عامة للذهاب إلى التغيير. هذا التغيير لا يعني نسف النظام السياسي الديمقراطي أو الدستور الديمقراطي، لا، الذهاب إلى إعادة صياغة المشروع الوطني، الدستور العراقي، العقد السياسي الوطني، باتجاه إجراء جراحة جدية تعديلية للأخطاء اللي ارتكبت أثناء العملية. هنا دكتور راح نسأل عن التوقيت. إذن هل تظن بأنه طرح مثل هذه القضايا الاستراتيجية الحساسة المهمة البلد بحاجتها في مثل هذا التوقيت في عام الانتخابات خطأ؟ هل تعتقد أنه خطأ والرسالة ستفهم خطأ؟ لا لا لا، بالعكس هي ليست خطأ، لأن نتذكر مطالب الجماهير، الإرادة الشعبية، تعديل قانون الانتخابات، تعديل قانون المفوضية، تعديل الدستور. هذه المسألة هي جزء من المطالب اللي طرحتها الإرادة الشعبية من 2019 وحتى من 2011 و2015 و2018 بالبصرة وغيرها من المدن العراقية.
هناك إرادة شعبية لإجراء تغييرات جوهرية جذرية في طبيعة وبنية النظام ووظيفة بالعراق لضمان مصالح المجتمع. مثل ما أشار السيد الرئيس في حديثة اليوم، الإنسان العراقي تم إفقاره، تم إذلاله، هناك يعني انتقاص لحقوقه الديمقراطية. لا يمكن للشعب العراقي أن يكون في بلد مثل العراق وهو يعاني من حالة الفقر والذلال والتشرج. يعني لا يمكن. إذن هناك خلل كبير في طبيعة النظام، وأيضا خلل كبير في طبيعة البنية السياسية، في طبيعة الوظيفة اللي تأدتها العملية السياسية، في طبيعة الأحزاب اللي احتكرت السلطة السياسية، يعني من الناحية الاقتصادية ومن الناحية السياسية، واليوم هي عندها مكاسب. أكيد هناك قوى ستقف ضد التغيير. جيد. في كل تغيير هناك قوى ستواجه هذا التغيير، لأنها ليس من مصلحتها التخلي عن المكتسبات المادية الكبرى. لكن في نفس الوقت أنت لن تذهب من أجل تلبية مطالب الجماهير دون إعادة الثروة للشعب، إعادة السلطة للشعب، وأيضا إحالة الطبقة السياسية الفاسدة اللي احتكرت هذه السلطة. لذلك دكتور إلى القضاء. نعم، هل ستوافق القوى السياسية الفاسدة التي إن كان هناك نظام سياسي ناضج سيودعها في السجن، هل ستوافق على مثل هذه التحولات والمبادرات؟ يعني هذا السؤال الصعب. لذلك هي تنظر دكتور خالد إلى مثل هذه الدعوات. يعني تعرف إحنا في عام انتخابات، والاستعراضات السياسية والجماهيرية بدأت تطفو على السطح يوميا. إحنا عندنا استعراض سياسي في ساحة التحرير لجماعة سياسية تدعي أحقيتها بإدارة المرحلة المقبلة. هؤلاء يعني هل سيقبلون بدعوة برهم صالح في عام انتخابي معقد للغاية، والدعاية الانتخابية مثل ما قلت بدأت مبكرا من خلال مجموعة من الاستعراضات؟ أعتقد أن القوى السياسية سترفض ذلك، سيعتبروها يعني ابتلاع للعملية السياسية التي هي فاشلة أساسا. هي فشلت بالنظام البرلماني، فكيف راح يعني تنجح في النظام الرئاسي؟ والتوقيت هو كذلك عامل التوقيت هو راح الفشل يعني، وبالتالي هو مجرد كلام يعني بهذا التوقيت. يعني العراق في مرحلة صعبة. يعني أنت تقصد دكتور خالد، تقصد بأن دعوة برهم صالح ستواجه بالتسقيط السياسي على هذا الكلام؟ نعم أكيد. مو بس يعني في القوى السياسية الفاسدة مثل ما وصفتها سترفض ذلك، لأن راح يعتبروها يعني ابتلاء للعملية السياسية، لكن أيضا القوى الإقليمية راح ترفض. على ذكر القوى الإقليمية دكتور خالد، مثل هذه الدعوات إلى أي درجة بالإمكان، أنت في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أي درجة تجد قبولا دوليا؟ بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية من تسمع مثل هذا الطرح تأيده وتدفع باتجاهه وتسخر ربما طاقاتها وأدواتها وإمكانياتها نحو إنجاح مثل هذا المشروع؟ نعم، يعني القوى يعني البيت الأبيض منقسم، يعني ديمقراطي وجمهوري، وهناك جمهورية. يعني هم دعموا الكاظمي، يعني تيار الكاظمي فترة. لا أعتقد أنه سيدعمون هكذا فترة، يعني لا أعتقد أنه سيدعمون من كل التيارات. ليش ما يدعموها برأيك أنت؟ يعني إذا شافوا مثلا هم الآن داعمون لمصطفى الكاظمي، لكن وجدوا بأن تجربة مصطفى الكاظمي ليست بالقوة التي تحمي مصالحهم على سبيل المثال، وهددوا بنقل السفارة الأمريكية من بغداد إلى أربيل، وبالتالي إذا تولدت مثل هذه القناعة بأن التجربة غير صالحة، لماذا لا يذهبون إلى إنتاج تجربة جديدة بأدوات أكثر هدوءا من أدوات 2003؟ أولا بسبب يعني توترات بين إيران وأمريكا، وبسبب الانتخابات، يعني نزاع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتوقيت بحد ذاته. يعني هو السيد الكاظمي يعني أمام تيار، يعني أمام عواصف يعني سياسية لتسقيطه، فكيف أنه السيد برهم صالح راح يقلب النظام الرئاسي في الأمر؟ حتى لو دعموه يعني لا أعتقد نسبة الدعم راح تكون صفر.
طيب على ذكر أستاذ حيدر الموسوي، برهم صالح ومصطفى الكاظمي تنظر لهم قوى سياسية ومسلحة أيضا على أنهم في بودقة واحدة، وتحدثوا يعني والجماعة صريحين بأنه برهم صالح مصطفى الكاظمي ضمن المشروع الأمريكي وضد محور المقاومة وضد محور الممانعة، وبالتالي إذا كان المنظار لمصطفى الكاظمي ولبرهم صالح هو منظار واحد، هل تعتقد بأن دعوة برهم صالح إلى عقد سياسي وطني لاستعادة هيبة الدولة أو لبناء دولة ذات سيادة كما وصفها ستجد عند هذه الجماعة السياسية قبول وتفاعل؟ يعني برهم صالح قد يكون يعني أخف نوعا ما عند تلك القوى السياسية فيما يخص التقييم. مصطفى الكاظم الرجل واضح، يعني ضيفك هو دي يتحدث من واشنطن دي يقول انه الإدارة الأمريكية إدارة ترامب هي دعم مصطفى الكاظمي، واعتقد انه بمجرد رحيل ترامب سوف ينتهي مصطفى الدعم المقدم. الإدارة الأمريكية كانت داعمة لنور المالكي وكانت داعمة لعادل عبد المهدي وكانت داعمة لحيدر العبادي. ارجع لكل التصريحات، ارجع لكل التصريحات ستجدها بنفس المضمون. يعني شوف الولايات المتحدة الأمريكية نعم كانت داعمة على سبيل المثال نور المالكي في بداية في حقبته الأولى في ولايته الأولى، داعمة للسيد عياد علاوة عندما صفق له في الجمعية العمومية وتحدث عنه جورج بوش أنه إزغريتي القائد العظيم، وأيضا كانت جعفر أيضا مدعوم، كلهم مدعومين. لكن نتحدث اليوم وفق رؤية القوى المناهضة الوجود الأمريكي، قطعا كل القوى المناهضة الوجود الأمريكي هي لديها محل إشكال مع أي رئيس وزراء يعني لديه تكون ارتباطات وثيقة الصلة بواشنطن. بكل صراحة يعني كانت لديهم تلك القوى حتى في زمن المالكي في الولاية الأولى كانت لديهم مشاكل مع الرجل، كانت لديهم مشاكل مع السيد العبادي، لكن ليس بهذا المستوى. هذه القوى تعتقد بأن مجيء مصطفى الكاظمي لم يكن صدفة، يعني تسنمه منصب رئاسة جهاز المخابرات بهذه الهشاشة، شخصية لا يمتلك أي كاريزما، لا يمتلك أي مؤهلات، ليس لديه وجود سياسي سابقا في أي من الأحزاب الكبيرة، ليس لديه تاريخ كبير، وكأنه رجل الظل. فهناك علامات استفهام وهناك أمور تشكك بهذا الموضوع. على الرغم أستاذ حيدر، عدد من الأسماء بعد الاحتكاك الاجتماعي، أذكرك فقط بأنه كل القوى السياسية التي تتفق يعني أو تضع علامات الاستفهام هم كانوا يعني موجودون في يوم كتاب التكليف وباركوا وصوتوا له في مجلس النواب، فشنو اللي تغير من علامات الاستفهام قبل وبعد؟ هذه القصة، لا شوف هذه القصة كان هنالك يعني نحن يعني مرة نتحدث احنا ما موجود ومرة نتحدث ما خلف الكواليس. ما خلف الكواليس أن هذه القوى السياسية قد فرض عليها السيد مصطفى الكاظمي لأنه كان العراق ذاهب باتجاه الفوضى، وأن السيد برهم صالح في وقتها لم يقبل باختيار مرشحي الكتلة الأكبر في وقتها، ونتحدث عن البناء عندما اختلفت معهم كتلة الإصلاح سائرون وغيرها، رشحت بعض الأسماء محمد شياء السوداني ربما أسعد العيداني غيرها. فعندما لم يتم اختيار هذه الأسماء وجيء بالسيد الزرفي وقبلها وثم بعد محمد توفيق علاوي ولم يكلف، وإلى أن وصلنا للسيد مصطفى الكاظمي، هذه القوى المناهضة للوجود الأمريكي هي تعتقد بأن السيد مصطفى الكاظمي هو الرجل وجد من أجل غايات معينة، لكن وافقت على مضض بالمناسبة. وبالتالي هذا يعني حتى أرجع أتحدث عن قصة التسقير. جيد حتى أرجع لا بس اسمح لي بهاي القصة. يعني أنا قد أكون يعني مختلف مع ضيفك في قصة التسقيط، لا يوجد أي تسقيط. هذه الحكومة هي قد تكون الأسوأ ما بعد التغيير، حكومة هشة فاشلة اقتصاديا، فاشلة خدماتيا، ليس لديها ما تقدمه، فقط يعني الرجل هو يعني يحاول بشكل أو بآخر أن يربط بعض الأمور، لكن على المستوى الأداء هذا يخليني أسأل أستاذ حيدر، هذا راح يخليني أسأل، هل يعني تقييم الفشل لمصطفى الكاظمي يعني ربما تتفق معك الكتل السياسية أو لا، لكن هل ستنظر إلى برهم صالح من نفس المنظار
وبالتالي لا تبارك لا تؤيد أي فكرة عقد سياسي أو أي مبادرة تصدر من برهم صالح. لا 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 ليس بالضرورة يعني حتى نكون نوعا ما منصفين. لاحظ يعني هسه من بدأنا الحوار حتى هذه اللحظة كلنا متفقين بأن ما طرحه السيد برهم صالح، أنا أتحدث عن المطروح الموضوع ليس الشخص، ما طرحه هو طبعا بالتأكيد موضوع جدا مهم، موضوع مهم وموضوع لكن إيجابي. لكن أنت قلت أنه دعاية، لكن أنت وصفت بالدعاية. لا لا طبعاً طبعاً أنا قلت بأنه بروباغندا للشخص السيد برهم صالح. هذا الموضوع أنا أتحدث مرة نناقش إحنا العنوان المضمون ومرة نناقش الأشخاص. إحنا ما نريد نذهب باتجاه فقط قصة لا الأشخاص. لا طبعاً أستاذ حيدر، أستاذ حيدر، أستاذ حيدر في هذه المؤسسة إحنا نناقش القضيتين. المضمون ما حد يجي يقول لك والله أنا ضد دعوات إعادة السيادة وضد دعوات الترسيخ الدولة، ما حد يجي يقول لك ويعترض وياك على هذا الكلام، لكن يعترض على برهم صالح يقول لك هو خصم سياسي، هو جزء من مشروع مصطفى الكاظمي، هو يحاول أن يسوق هذا الموضوع بالضبط. تسويقا انتخابيا صح. فيضرب المبادرة من شخصه وليس من خلال المضمون، طبيعي جدا. بالضبط بالضبط أنا أتفق مع هذا الرأي. بالمناسبة أنا أتفق مع رأي اليوم الحمد لله وشكر الحلقة كنا متفقين نوعا ما معاك ومع الضيوف. أنا أتحدث عن فكرة المضمون، قد هذه القوى السياسية، أنا قلت في يعني قبل قليل في المحور الثاني قلت أن القوى السياسية لن تدعم هذه المبادرة على الأقل في الوقت الحاضر لأسباب كثيرة. أولا عندما تخرج من أي شخصية معينة بصرف النظر إن كان برهم صالح أو آخر، هي لا تريد أن تكون تدفع باتجاه أن الشعب يقول أن هذه الفكرة صائبة وهي بالتالي تؤيدها، هي تريد أن تهمل تلك الدعوات، تهمل تلك المبادرات. لكن في نفس الوقت إذا تسألني أنا أتوقع أن تفكير أغلب الأحزاب السياسية نوعا ما بدأت تغير أفكارها، خاصة بعد ما حدث في أحداث الاحتجاجات ما بعد 2019 حتى هذه اللحظة. كل القوى السياسية بدأت اليوم تفكر بمنظار جديد، هي تريد حلول، هي لا تريد أن يتكرر هذا المشهد، مشهد الاحتجاجات، مشهد قطع الطرق، مشهد الانسداد الذي حدث في الوقت تأييدها المطالبة بإسقاط النظام السياسي لعدم يعني. لعدم عودة تلك المشاهد. هذا لا يعني بأنها قد تبارك دعوة برهم صالح. راح انطلق دكتور غازي فيصل من ما قال الأستاذ حيدر الموسوي بأن القوى السياسية لن تذهب إلى لا سيما في مثل هذا التوقيت إلى دعم مبادرة برهم صالح، مبادرة تريد دولة ذات سيادة تصحح مسار النظام، ترفضها القوى السياسية. ليش؟ القوى السياسية بمعنى آخر ماذا تريد إن لم تكن تريد مبادرة من رئيس جمهورية، جزء من السلطة التنفيذية بموجب الدستور، حامي الدستور، لا تؤيده بمثل هذه الدعوة. شو تريد القوى السياسية الآن؟ هذا ممكن الناس تسأل هذا السؤال. هناك من يريد استمرار الفوضى، استمرار الفساد المالي، استمرار هذه الصراعات، سلاح المنفلت، عدم وجود دولة، هناك دولة عميقة، تهريب المخدرات، تهريب النفط. هناك من يريد استمرار هذه الظاهرة الخطيرة اللي أوصلت النظام اليوم إلى طريق مسدود. لهالسبب أنا أعتقد هناك اتجاهين أساسية ما زالت تتصارع أو تتناقض بالنظام بصورة عامة. هناك قوة تؤمن بالديمقراطية، التحول الديمقراطي، دولة مؤسسات، الذهاب إلى إجراء تعديلات دستورية أو إجراءات تعديلية لطبيعة النظام، اقتصاد السوق المفتوح، الانفتاح على الاستثمارات أو غيرها. هناك قوة أخرى اللي هي القوى العقائدية اللي ترتبط ببرنامج ولاية الفقيه ومكتب السيد خامنئي، وتعتقد أنها هي مستقبل النظام السياسي بالعراق، وتذهب باتجاه التمهيد لبناء نظام ثيوقراطي على غرار النظام الإيراني. إذن هذه القوى بالتأكيد ستقف بقوة لمواجهة أي محاولات للذهاب إلى نظام مستقر، نظام ديمقراطي، نظام تأيد الإرادة الشعبية في العراق. لأنها عبر هذه التناقضات، عبر هذه الفوضى، عبر هذه الصراعات ممكن تكسب وممكن تستهدف المستقبل. لهذا السبب أنا أعتقد دعوة الرئيس برهم ممكن تستقطب قوى
وطنية عراقية تؤمن بعراق سيد مستقل بعيد عن الصراعات الإقليمية، دولة تتطور يعني ديمقراطيا واقتصاديا، الخروج من مأزق التخلف والبؤس والفقر والتشرد، الخروج من فلسفة الحروب، الخروج من فلسفة المقاومة. يعني بمعنى دكتور جيد، هذا كلام مهم معذرة. يعني إذا كانت هناك قوى سياسية طرحت مشروع عقد سياسي أو اجتماعي، عمار الحكيم دعا إلى ذلك، المشروع العربي برئاسة الشيخ خميس الخنجر دعا إلى ذلك، هل هذا يعني بالإمكان لهذه القوى التي اتفقت سابقا ولاحقا مع مثل هذه الرؤية أن تجتمع لتحيد القوى المناوئة لمثل هذه العقود أو المبادرة؟ أكيد، يعني أكيد هناك قوى سياسية وطنية عراقية موجودة لم تستطع أن تلعب الدور المطلوب لإجراء تطورات جوهرية جذرية في النظام بسبب هذه الفوضى. إذن إذا تنسجم أو يتم ظهور هذا التحالف مع وجهة نظر أو مشروع الرئيس برهام الصالح من أجل إعادة صياغة المشروع الوطني الدستوري الاقتصادي الاجتماعي العراقي والذهاب إلى إجراء تعديلات جوهرية على هذا النظام، ضمان الاستقرار، ضمان التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، حتى يخرج النظام السياسي من هذه اللي نسميها البلوكاج بين التشريعية اللي تحكمها أحزاب تهدد رئيس الوزراء متى تشاء بإقالته وبطرده، واحد يقول مو هسه بعد فد 10 سنين، واحد يقول 5 سنين، واحد يقول عندنا صبر، واحد يقول انقص إذنه، واحد يقول انقص إيده، هذه فوضى. يعني هناك سلطة تشريعية، إذا كان هناك ملاحظات جدية على رئيس الوزراء تطرح ضمن سياقات الدستور في البرلمان. يعني ما موجود اليوم هدف خطير هو تقويض النظام السياسي العراقي اللي يعاني من أزمة عميقة ومن هشاشة على مختلف المستويات للانقضاض على السلطة. وأنا أعتقد إيران وهذا المشروع على غرار الحوثيين في اليمن أو غيرها أو حزب الله في لبنان. إذن أنا أعتقد هذه النماذج يجب أن نحمي العراق من السقوط بها والذهاب إلى مشروع وطني عراقي يمثل الجميع. يعني إحنا لا نذهب باتجاه إخفاء أي قوة، جيد. هذا ممتاز. وحماية من إطار نظام ديمقراطي. دكتور خالد، واشنطن إذا وجدت بأن دعوة برهام صالح صار لها صدى ودعمت من قوى وأحزاب سياسية، ربما مشروع يدعم من جهات إقليمية أيضا، هل ستدعمه؟ نعم، ولكن يعني دعم يعني واشنطن للعراق في أي مشروع يعتمد على ما يجري حاليا. يعني واشنطن أمام نزاع انتخابي وتوتر مع إيران، التوقيت هو المشكلة. لكن لا تنسى دكتور خالد، مجيء بايدن ربما يساعد على صناعة مثل هذه الأجواء التصحيحية في العراق بمستوى ربما لا يقف عند دعوة برهام صالح، بيذهب نحو تصحيح آليات النظام نفسه. أنا أعتقد يعني بمجيء بايدن أو عدم مجيء بايدن، يعني لازم راح يكون في تغيير في واشنطن. يعني لازم راح تتغير كثير تغييرات. يعني انتكاس المشهد الأمريكي على العراقي الملفين مرتبط ببعض. لكن أعتقد لو القوة يعني القوة السياسية العراقية لو دعمت مشروع السيد برهام صالح، نعم يمكن ممكن. طيب الصوت يتقطع طبعا مع الأستاذ الدكتور خالد أكرم. على أي حال أشكرك دكتور خالد على وجودك معنا في قناة الفلوجة، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، دكتور غازي شكرا جزيلا لك. الأستاذ حيدر الموسوي مدير مركز القرار السياسي كان معنا مباشرة من بغداد. أستاذ حيدر جزيل الشكر. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. السلام عليكم. أنا أبو شربة الماي وهذا حالي. عادة النازحين. كل المظلومين عندكم أجيبهم بيدي. من أقصى العراق إلى أقصاه. سيدات وسادة، هذا مدير رئيس لجمهورية العراق. زيادة كانت مستمرة. وأن محافظة على استقلال العراق وسيادته.